ليله لطيفه مع محمد هنيدي وكل ابطال العمل. بس الالطف الصوره اللي انا لقيتها لنفسي من يجي 22 سنه وانا لسه طالبه في الجامعه وبقدم حفله من حفلات الجامعه على مسرح ايورت قاعه ايورت الشهيره، وكان ضيفها يوميها او الضيف في الحفله دي محمد هنيدي. الحقيقه الصوره دي مش فاكره الصوره على الاطلاق، فاكره الحفله وفاكره ان احنا كنا بنستضيف فنانين كتار، كنت يمكن في سنه ثالثه او رابعه في الجامعه، وكل الحفلات الرسميه التالنت شو او الحفل السنوي كنت بقدمه وانا كنت طالبه اعلام يعني. لقيت صوره وانا طالبه وانا بقدم والضيف كان النجم الصاعد اياميها محمد هنيدي. وطبعا هي ذكريات حلوه قوي، بس اللبس اللي في الصوره الحقيقه مش حلو خالص. خلينا افتكر الطالبه منى الشاذلي وهي لسه طالبه في الجامعه، والنجم الصاعد اياميها كان لسه مش فاكره عمل حزمني ياه ولا لسه، محمد هنيدي. الصوره بتقول كتير جدا. لحظه، هي طبعا صوره تموت من الضحك لوحدها، يعني سواء السلك اللي عامل زي حبل الغسيل اللي ناقص شويه مشابك وننشر عليه هدوم، السلك العظيم تكنولوجيا ايورت هول، طبعا الدريل اللي انا كنت لابساه والله كان من الزمالك بس يعني دلوقتي انا مش قادره اصدق المثلثات اللي كانت في الفستان، محمد هنيدي والطقم، طقم القميص والكاسكيته، واضح جدا انه كان مكلف جدا محمد هنيدي. أنا متأكدة إن هنيدي مش فاكر الصورة. أنا كنت فاكرة الصورة بس فاكرة كويس الأحداث، فاكرة كويس إن أنا يوميها كان عندي امتحان وعارفة إن أنا عندي حفلة أقدمها، وكنت فاكرة إن هقدر أخلص الامتحان وأتجهز وأطلع، ما كانش فيه وقت فلميت شعري بسرعة جدا ومن غير ما أعمله. فاكرة كويس جدا إن الفستان ده كنت شارياه من شغل الصيف، ما رضيتش اخد فلوس من بابايا لان انا كنت بشتغل في الصيف فكان معايا فلوس ورحت اشتريته. فاكره كويس جدا انه في الحفله دي محمد هنيدي بنموت من الضحك، اتكلم وضحكنا وغنى لنا، كانت ذكرى حلوه جدا. تحيه لهنيدي وتحيه للصوره.